الرئيس السيسي يتفقد مشروع أنفاق قناة السويس والمراحل الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وزير الأوقاف وعدد من الوزراء يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الروضة بمنطقة بئر العبد شمالي سيناء، ويقومون بتوزيع 130 منزلا وهدايا عينية على المواطنين. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية وأغلب المحافظات، وموجة طقس سيء تصل ذروتها غدا. الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، موجز الأخبار من تلفزيون نهار، أهلا بكم. تفقد رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تطورات الأعمال في مشروع أنفاق قناة السويس شمالي الإسماعيلية، ويبلغ طول الأنفاق 5850 مترا. كما تفقد الرئيس السيسي المراحل الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة بما فيها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح. تستعد وزارة الدفاع والإنتاج الحربي لإطلاق أول معرض دولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2018، وذلك في الفترة من الثالث وحتى الخامس من ديسمبر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويضم المعرض أكثر من 316 شركة عارضة يمثلون 41 دولة من جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع حضور أكثر من 100,000 من كبار العسكريين والممثلين الصناعيين، ويوفر فرصة هامة لطرح إسهامات الشركات المصرية في تعزيز إنتاج وتوريد الأسلحة والأنظمة الدفاعية حول العالم، مما يقوي مكانة مصر في مجال التسليح والصناعات العسكرية. أدى اليوم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ووزير التنمية المحلية وعدد من الوزراء صلاة الجمعة في مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد بشمالي سيناء. هذا وقام الوزير بتسليم عدد 135 منزلا تم تجهيزها على حساب وزارة الأوقاف على بعض الأسر. من جانبه أكد محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة أن وزارة التضامن قدمت 60 مليون جنيه، وقدمت وزارة الإسكان مبلغ 82 مليون جنيها لإعادة إعمار منازل أسر الشهداء والمصابين، علاوة على توفير معاش استثنائي من وزارة الأوقاف لأسر الشهداء. بدأت أسرة طلاب من أجل مصر بالتنسيق مع إدارة جامعة عين شمس دورة رياضية في كرة القدم بالأمس، وذلك بملاعب كلية التجارة، وتستمر حتى 29 من الشهر الجاري بمشاركة 64 فريقا من مختلف كليات الجامعة. كما تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة مهرجانا بعنوان طلاب من أجل مصر خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بقاعة المؤتمرات بكلية دار العلوم. ويحضر المهرجان اللواء فؤاد علام نائب رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق. نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط عناصر تشكيل عصبي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية وبحوزاتهم 20 كيلوغرام لمخدر الحشيش وأسلحة نارية وذخائر. المزيد في سياق التقرير التالي. بمشاركة قطاع الأمن المركزي والأمن العام وبالتنسيق مع أمن القليوبية، استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عناصر تشكيل عصابي من ذوي السوابق الإجرامية تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجها على نطاق واسع بقها بالقليوبية، وذلك بعد أن رصدت الإدارة تحركهم ونشاطهم الإجرامي، وتمكنت من ضبط عناصر التشكيل وهم ثلاثة بسيارتين وبحوزتهم 140 تربات من مخدر الحشيش وكميات أخرى من هذا المخدر معدل البيع. كما تم ضبط
بندقية آلية وأخرى خرطوش ومبالغ مالية من حصيلة البيع. عناصر التشكيل اعترفت بحيازتها المخدرات بقصد الاتجار مع استخدام السيارتين في ترويج بضاعتهم والسلاح للدفاع عنها. وإلى أخبار الطقس، حيث شهدت أغلب محافظات مصر أمطارا غزيرة مع انخفاض في درجات الحرارة. وأفادت هيئة الأرصاد بأن موجة الطقس السيء تبلغ ذروتها غدا السبت، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء. وتكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا ومتوسطة الشدة في مناطق من شمالي الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، مع انخفاض في درجات الحرارة ليسود الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية. مشاهدينا انتهى موجز الأخبار، شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة.